بصوا طبعا هي لسه محتاجه عجن كويس يعني، بس هوريكو. تعالوا نطلع بيها كده اوريكو. طبعا هي لسه محتاجه عجن. ما هي بعد ما تعجنها هنا لازم تتعجن من الايد. ولازم تعجن كويس، بس احنا انا دايما عشان بيبقى الوقت ما ببقاش عايزه يعني ناخد وقت في العجن كتير عشان نوريكم كل الخطوات. بصوا، انت عايزاها القوام ده ولا عايزاها هي انشك من كده؟ تمام، هنحط شويه دقيق ونبدا نكمل كده عجن فيها لحد ما يبقى قوامها ماسك شويه عن كده. وطبعا تتخدم كويس، تعجن كويس. لازم. بتستخدمي دقيق بقى مخبوزات ولا اي دقيق؟ مش بيفرق، جميع الاستخدامات جميع الابراد. انا بحب دايما لما بعمل حاجات فيها مخبوزات بفضل يعني ان هي تبقى معجونه بدقيق مخبوزات، بحس ان هو بيبقى الموضوع بيبقى فيه محسن اكتر من الدقيق العادي، بس طبعا متوفر عندكم في البيت يعني. لا، هي اساسا عادي، عامله زي عجينه البيتزا، مش عجينه البيتزا قوي بس عادي يعني، زي كميه الزيت فيها كتير فبتبقى طريه برضو شويه، صح؟ تمام، خلاص هنعجن العجينه كده ونسيبها. بتسيبيها بقى ترتاح خمس دقايق 10 دقايق بس ونبتدي نشتغل فيها، ونجيب العجينه اللي احنا مريحينها دي كده. العجينه بعد ما ارتاحت. اميمه صباح الفل. بقولك عايزه وصفه العيش الفينو. الايه يا حبيبتي؟ العيش الفينو. حاضر حاضر يا حبيبتي. صباح الفل صباح الفل. ماشي كده بعد ما العجينه ريحت. تمام خلاص، سر شكلها املس. تمام، بصوا لحد ما تتخدم، بصوا شكلها عامل ازاي، مخدومه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام، حلو قوي. تبداي بقى تقسميها؟ لا ما بتقسميهاش، هفتحها زي ما هي. اوكي، عايزه دقيق بس عشان اهو دي اهو. تفرشي شويه دقيق. هشيلي دولت. حاضر. بتحطي كميه دقيق كويسه يعني، مش عشان ايه؟ اوسع لك الدنيا حواليكي كده عشان تبقى الدنيا واسعه. تمام. عايزه ايه؟ قولي لي. مشابة. مشابة. اوكي، احنا نقول لها كراسه. كراسه؟ ماشي، كراسه. ونفردها، نحاول نفردها مستطيله. اوكي، عشان ايه ما ت شويه هتحسيها. اشمر لك ايدك شويه، ارفع لك كم شويه. مش قوي. تمام، معلش. تمام، عايزه مستطيله، عايزه تعمل انا عايزاها مستطيله. ف تمام، انت جبت نشابتي من اتعودت على نشابتي. ثانية، خدي دي. لو في خشب خدي. انا عايزه خشب. اتفضلي. ماشي حبيبتي، يلا هتحاولي تفرديها مستطيل. هي بتبقى زي فطيره يعني، صح كده؟ كانها فطيره؟ لا، وكانها بيتزا عادي. دي احنا في ناس بتقولها كوكا، في ناس بتسميها بيتزا كوفير. اوكي، تمام. يعني بيتزا مقفوله. تمام، عندنا البيتزا المقفوله الكالزوني، بنقول عليها كالزوني. هي طبعا ايطالي اصلا يعني، مش عندنا يعني. يعني بتفرديها ترفعيها ولا بتسيبيها شويه؟ لا لازم رفيعه خالص. تمام، المرحله دي مش لازم رفيعه قوي بس. تمام، بعدين لازم رفيعه عشان ما تكونش ليها سمك. اوكي، وال النشا اعمل لك فيه ايه؟ قولي لي. النشا عايزه 4 معالق نشا. تمام، احط عليهم 6 معالق زيت. طيب انا هحط لك 6 معالق زيت، دول 4 معالق نشا، هحط عليهم 6 معالق زيت. عايزاهم زيت زيتون ولا زيت عادي؟ لا، زيت عادي. حطي 4 معالق وحركي. دول 4 معالق. لا، الزيت حطي 4 معالق وحركي. انا عايزاه الاول زي كريمه شويه. اوكي، عايزاها زي الكريمه كده. بصوا، 4 معالق نشا، هنحط الاول 4 معالق زيت ونقلبهم ونشوف لو هنحتاج المعلقتين التانيين ولا لا. اهو 3 4. ام مي صباح الفل. صباح الفل عليكي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله.
دايما يا رب. انا بشكرك قوي على حلقه المربات، جميله جدا. الله يخليكي. والكيكه عملتها امبارح. لا انتم بتاعت مربة الفراوله. انتم مربة البلح لازم 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 تجربوه. جميله جدا. عجبت عيالي قوي مربة الفراوله، حلوه قوي. حبيبتي الف هنا الف هنا. ممكن يا شيف اسماء اعملها يعني بمربة مشمش اي مربة تانيه؟ طبعا تانية؟ طبعا ممكن اي مربة تانيه تنفع في الكيك عادي، مفيش مشكله خالص. طيب تمام ماشي يا حبيبتي، شكرا. وجربي مربة البلح قبل ما البلح يخلص، اليومين دول خلاص بيفنش. لا انا جربت البلح، ما انا جربت البلح وقلت لحضرتك عليها. كان طعمه حلو معاكي؟ جميله جدا. المقدار ده بيبقى مظبوط جدا بصراحه. انا بقيت استاذه بتاع ده كيكات من حضرتك. يا سلام، ده انت استاذه من غير حاجه يا ام مي والله. والله العظيم ده بيقولي لي خلاص انت كده بقيتي خلاص بتاع كيكات في البيت. حبيبتي الف هنا، حبيبتي الف هنا. الله يخليك يا شيف اسماء، شكرا. بصي هي اخذت 6 معالق بالظبط. تمام. انت عايزاها بالقوام ده؟ طب معلش اوريهم بس القوام. احنا كده بصوا 4 معالق نشا على 6 معالق كبار من الزيت، بقوا كده. بقت نفس شويه كانها زبده لينه. نفس القوام ده اللي هو بتتفرد. تمام. انت هتورقي بيها بقى، هتورقي دي. تمام.